وأمثالك بتشكلوا تهديد على المجتمع، ولازم ينحط لكم حد لحتى ما تنتشروا أكتر. هاي الأكاديمية لازم تلتغى وتتسكر بأقرب وقت ممكن، لأنها رح تأثر على مجتمعنا بطريقة سلبية كتير. النماذج التافهة اللي عم تعمليها هي نسخة طبق الأصل عن خداعك ونفاقك وكمان سطحيتك. خراسي، هاد اسمه علاك. أمك ترجتني لأقبلك عندي ولدربك مشان تصيري بنت محترمة. أنا فيني ألعك من هون بكل بساطة وبدون تفكير، فهمتي؟ ومين اللي قالك إنه كتير رح تفرق معي؟ أصلاً برفض التحق بهاي الأكاديمية، مفهوم؟ أنتي زلتي أمي قدام الناس وهنتيها بدون احترام، ما بقدر ضل ولا دقيقة، فكيف بدك ياني ضل 6 أيام؟ هذا هو يلي بتعلميه بالأكاديمية؟ أنا كيف ما كنت كون بضل أحسن من هالبنات السطحيات اللي من الطبقة المخملية التافهة تبعي. يلا ماما، أمي استني شوي، احكي أي شي، بس فهميني كيف يعني الحق علي أنا بشو غلطت؟ تقولي أنا كنت عم حق. بكفي، ما عدي اسمع صوتك. أمي وإذا يعني هي مديرة أكاديمية سوني كودي، هالشي ما بيعطيها الحق بإنها تهينك قدام الناس مين ما كانت. هالمرة هانتك وزلتك قدام كل الموجودين، كيف متوقع مني اتحمل؟ صار لك كم ساعة أخذ القبول يا بنت؟